السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب جيجي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا للشعر ومغذية جدا للشعر، بتطول الشعر وكمان بتمنع القشرة وبتمنع تساقط الشعر. من الوصفات الجميلة جدا، ووصفتنا النهاردة كلها عبارة عن زيوت جميلة جدا ورائعة للشعر، ولكن اهم حاجة لازم تعرفي انت هتستخدمي الوصفة بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا نقول ايه الزيوت اللي انا هستخدمها النهارده في الوصفه بتاعتي، وكمان هقول لك ازاي تستخدميها. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. انا هحتاج في الوصفه بتاعتي 4 معالق من زيت الزيتون، وكمان هحتاج 4 معالق من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يا بنات ممتاز جدا 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 للشعر، وكمان بيعزز نمو الشعر ومفيد قوي قوي للشعر. بس انا هقولك دلوقتي ازاي تستعملي الزيوت على بعضها، والطريقه جميله جدا جدا وفعاله باذن الله. انا ضفت هنا 4 معالق من زيت الزيتون زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اضيف عليهم برضو 4 معالق من زيت جوز الهند. بالشكل ده انا ضفت 4 معالق زيت جوز الهند. هقلب المكونات كلها على بعض كده، نوعين الزيت هقلبهم كويس جدا على بعض. طيب ايه بقى طريقة استخدام الوصفة بتاعتي؟ طريقة استخدام الوصفة بتاعتي سهلة جدا جدا وبتجيب نتيجة ممتازة، بس اعمليه الطريقة صح زي ما انا هقولك دلوقتي. اول حاجة عايزاكي تدخلي تاخدي شاور، تغسلي شعرك كويس جدا، تشيلي اي زيوت او اي كريمات موجودة على الشعر. بعد كده وشعرك يعني بعد ما تطلعي من الحمام حاولي تلفيه بالمنشفة، ما تخلوش يتعرض خالص للهواء، يعني عايزة شعرك زي ما هو كده بعد ما تغسلي الشاور، حاولي تخليه زي ما هو سخن، او ممكن تبلي فوطة مية سخنة وتعصريها وتسيبيها على شعرك، وبعد ما تعصريها شيليها بقى ودهيني الزيت بتاعنا ده، ادهيني بيه فروة الرأس، دلكيها بصوابعك كويس جدا، خاصة اطراف صوابعك دلكي ارضية الرأس كويس قوي، ادهيني شعرك كله بالزيت ده. وبعد كده هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الورق ده اللي هو ورق القزير او ورق الالومنيوم زي ما انت شايفة كده، انا هوريهولك عشان برضو الناس اللي ما تعرفوش. الورق اللي احنا بنلف فيه الطعام وانتي دهن الزيوت دي هيعملك تطويل للشعر وتكثيف للشعر ممتاز جدا. كل اللي انت هتعمليه بعد ما تدهني شعرك هتلف شعرك بالورق ده وتسيبيه على شعرك لمدة 3 أو 4 ساعات. رائع جدا جدا، يعني الفايدة بتاعته انه بيخلي الشعر كأنك حط عليه فوطة سخنة وبتعملي حمام كريم للشعر. جربيه وهتشوفي، رائع جدا جدا يا بنات. زي ما قلتلك هتدهني الاول وبعد كده هتلفي شعرك، حاولي تلفيه شعرك كله يعني زي ما بتحطي البني كده، حاولي تلفيه على شعرك وهتسيبيه من 3 لـ4 ساعات، وان شاء الله بإذن الله نتيجته ممتازة جدا جدا. حبيب قلبي يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا وان شاء الله تكون فعالة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، ونستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.